معكم في هذه الانطلاقات المستمرة والأثارة في ميدان المرموم الذي يحمل دائما كل ما هو جديد، كل ما هو جميل في عالم الأصالة، في العالم الساحر في هذه الانطلاقات. انطلق أحد الأشواط وهو الثامن في مجموعة أشواط مساء هذا اليوم، والجعدان المهجنات بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في الخمسة كيلومترات يقدم كل ما هو جميل ورائع، يتقدمها ويسيطر شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد هناك، وأحمد مختار بن أحمد كذلك متواجد ومتابع مع هذا الانطلاق. نأخذ المركز الثاني وننطلق مع ثاني المراكز في هذا التجمع الكبير. يأتي في المركز الثاني ويندفع هناك الشعال، يأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يقود مضمرا على المركز الثاني. أما المركز الثالث يتقدم ناصي في ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المحنك سعيد بن راشد بن غدير، يأتي في هذا الانطلاق. بينما المركز الرابع، رابع المراكز، يتقدم حشيم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، عتيج بن سالم بالعرطي المتمرس في التضمير كذلك متواجد، بينما يتقدم هناك من الجانب الآخر ويندفع كذلك العاصف بقول هناك، يتقدم من الجانب الآخر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب، عتيج بن سالم بالعرطي يقدم هذا الأداء الجميل. المركز السادس وصل وتقدم في هذه اللحظات نجد لتعود ملكيته لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حمد بن خميس الغويص يقود في التضمير. بينما سابع المراكز هنا بنلقى وينطلق في هذه اللحظات الريان لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وزميلنا فايز بن غافان اليابري كذلك متابع ومضمر في هذا المسار ومعلق كذلك في الباص. الله يا أبو حمد، الله يا أبو حمد، ركز في هذا الشوط. نسير مع المركز الثامن، مع المركز الثامن، وياتي في ثامن المراكز مجد هناك، ياتي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يضمر غانم بن مسفر بالقوبع. والمركز التاسع شعار هجن الرياسه مع الفارس وعيسى بن احمد بن مايد الخيالي يتولى عمليه التضمير. بينما عاشر المراكز لنكون اكملنا ندانا للعشره المراكز الاولى، وياتي في المركز العاشر شاهين لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم بقياده سيف بن احمد بن خريده. هكذا مشاهدين العزاء هذه العشر المراكز من الجعدان المهجنات في مسارها، في تحدياتها الجميلة، في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع الجميل على أرضية هذا الميدان. الله يا سلام. هكذا نعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المراكز الأولى بعد نتيجتنا للعشر المراكز. نعود مرة ثانية نتابع مع حضراتكم مع شاشة دبي ريسنج هنا على أرضية هذا الميدان. نسير مع المراكز الأولى، نسير مع اللي مسيطر شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن أحمد يضمره يقود هذا المسار وهذا الانطلاق. يتدخل هناك ناصي من الجانب بالآخر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة السعيد بن راشد بن غدير، ياتي كذلك وينافس في هذا المسار الفارس، الفارس مشاهدينا العزاء لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي يقدم هذا الأداء الجميل وهذا الانطلاق. أو هناك العازف، العازف اللي تدخل في هذه اللحظات وانطلق. يا سلام يا سلام. نعود إلى المركز الرابع وننطلق مع رابع المراكز، وبنلقى هنا في المركز الرابع يتقدم هنا نجد لسمو لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة حمد بن خميس الغويص، وهناك التقدم في هذه اللحظة وتحرك الشعال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد
بن عبيد الحميري يضمره، براق واصل من هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير، مبعد ياتي في هذه اللحظات لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، وقانم بن مسفر بالقوبع يتولى عملية التضمير، وهناك شاهين لسمو الشيخ المر بن مكتوم والمكتوم، سيف بن أحمد بن خريدة يتقدم في هذه اللحظة إلى تاسع المراكز، والمركز العاشر الفارس اللي يحمل شعار هجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. هذه المراكز الأولى، هذه العشرة للمرة الثانية على التوالي، وانعطاف الميدان إلى المنصة إلى خط النهاية إلى الفوز والناموس، والسيطرة تحت أقدام ناصي. ناصي على المركز الأول، غادر الألف وميتين ناصي، وغادر كذلك العازف، العازف وناصي. ناصي مشاهدين العزاء يتقدم المشاركين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير العازف في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد، يضمر عتيج بن سالم بالعرضي، ولكن يتدخل في هذه اللحظة مبعد مشاهدين العزاء، مبعد لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم مشاهدي العزاء، وقانم بن مسفر بالقوبع يتولى تضميره. هناك مع هذا الانطلاق، يا سلام يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط، مساري هذا الشوط وتحدياته. ناصي على المركز الأول، ناصي على الانطلاق الأول، ناصي ناموس والفوز، يا سلام في 600 متر الأخيرة، تهانينا من هذه اللحظات على أداء ناصي وانطلاق ناصي وتحدياته لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. متابعة وتضمير سعيد بن راشد بن حمد بن غدير ياتينا في هذه اللحظات من جد مشاهدينا الأعزاء، من جد ينطلق في هذه اللحظة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، غانم بن مسفر بالقوبع، ولكن شوف الدخول من براق، شوف التحدي من شعار هجن العاصفة، براق بدأ يتحرك بدأ ينطلق إلى المقدمة، بدأ ينطلق هناك مع المركز الأول في شعار هجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، يعلن الفوز في الأمتار الأخيرة. هنينا لهجن العاصفة على هذا الفوز، هنينا لحمد بن راشد بن غدير المركز الثاني ناصي، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الثالث وصل فيه مشعل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، من جد في المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، والمركز الخامس بشعار هجن العاصفة. هكذا الخمس المراكز مشاهدينا العزاء، وهذا براق على شاشة التلفزيون توقيته الزمني في مسار هذا الشوط 8 دقائق وثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني بنشوف على شاشة التلفزيون اللي وصل فيه هناك اللي هو ناصي، قطع المسافة 8 دقائق وثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لحمد أو لسعيد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثالث وصل في مشعل، قطع المسافة 8 دقائق و3 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لعلي بن راشد بن غدير. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهى شوطنا الثامن، انتهى الشوط الثامن وانطلق